يتقال عليك عاوتاني انك من الفنانات اللي عندهم شخصيه صعيبه واحيانا لا تطاق في العمل. في العمل ما كنبغيش نمشي بصح. شخصيتك صعيبه نمشي بصح وكاركتر ديالك شويه قاصح في التورناج مع الناس. بالمره خصك تعرفي بلي انا احسن العلاقات اللي عندي في الميدان ديالي هما مع التقنيين، يعني الناس اللي كنخدم معاهم خدم عندهم زعما معاهم وعندهم يعني شركه الانتاج، واحسن علاقات عندي هما مع شركه الانتاج ومع التقنيين اللي كيخدموا جنود الخفاء وراء الكواليس، ماشي مع هذه العلاقات مزيانين مع الزملاء ديالي، ولكن مع التقنيين حسن. وصحابي اللي كتبقى عندي معاهم علاقات من مور التصوير تقنيين حسن. بالعكس انا اكثر وحده كدير جو زوين في البلاط. اذا كتلفي لنا هذه المعلومه فغير كنفال انا متفاجئه والله والله الا جيتي تضحكي حيت ربما انا اكثر وحده كدير جو زوين في البلاط، اكثر وحده كيضحكوا مع هاد لي تكنيسيان في البلاط. يعني كتعتبري راسك عزيزه على يعني فرق العمل اللي كتخدمي معاها؟ انا عزيزه عليهم متاكده من هذا. الا كان شي واحد مريض ولا مريضه، اغلبيه الوقت يكونوا بنات كتلقاي مريضه. عندك مشكل مع البنات؟ ما عنديش مشكل مع البنات والله، ما عندي مشكل مع البنات. كنضرها مجدة انت غادي تكوني في حالي سي لا ميم شوز زعما. ما عرفتش علاش هاد العلاقه مراه مراه ديما فيها المشكله. المراه اللي كتاخذ مراه اون طونك كتاخذها منافسه ديالها. بالعكس عاود ما نتحنوا حنا بعضياتنا فوالا كل بعضياتنا. حيت في راسك انا كنفرح فاش كت بنت كتدير لي اطراء اكثر من دري، حيت كتكون صادقه اكثر والله. حيت الراجل كيكون حوايج واحد اخرين اللبسه ديالك زوينه ولا كتفرحي فعلا، حيت حتى المولات قليله كتولي كتجيك راه شي حاجه واو. ولكن بصح انا التقنيين في العمل عندي معهم علاقات طيبة. انا اكثر وحده كدير لومبيونس في البلاطو، وهذا الشيء يقدروا يكونفيرمي وليكم التقنيين في البلاطو كاملين من لي كاميرامان من كيديروا لو سون لي انجينيور دو سون لا لوميير لي ماشينو كل شيء. سلوى وسمحي لي نزيدك واحد الحاجه اخرى، وكنلقاهم بعض المرات هما اللي كيدافعوا على سميتي فاش كتحط في شي بروجي، هما اللي كيقترحوا سميتي بعض المرات والله.